شارك معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب رئيس وفد الشعبة البرلمانية في الاجتماع التنسيقي للبرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني العربي الذي يعقد على هامش اجتماع الجمعية 38 بعد 100 لاتحاد البرلمان الدولي في مدينة جنيف بسويسرا. وقد أكد الملا تأييده ودعمه التام لكل من المجلس الوطني الفلسطيني ومجلس الأمة الكويتي للتعبير عن التصدي لقرارات الإدارة الأمريكية الأخيرة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك من خلال دمج البند الطارئ تأكيدا على عدم المساس بالمكانة التاريخية والقانونية لمدينة القدس وضمان أحقية الفلسطينيين للقدس الشريف كعاصمة أبدية لفلسطين. طبعا احنا نشارك وفد الشعب البرلماني لمملكة البحرين في هذا الاجتماع المهم للبرلمان الدولي وفي دورة 138. طبعا اليوم صار هناك اجتماع تنسيقي مع رؤساء البرلمانات الخليجية ورؤساء البرلمانات العربية من أجل التنسيق في الأمور والاجتماعات والمواضيع المهمة اللي إن شاء الله بتنظر في هذا المؤتمر. طبعا القضايا الرئيسية أو القضية الرئيسية اللي بيتم بحثها هي مسألة المهاجرين واللاجئين، إضافة إلى أمور ثانية تهم المجتمع الدولي كالإرهاب والتدخلات الخارجية وإلى آخره. اليوم طبعا احنا تقدمنا بن طارئ خاص بالقدس وحظى بقبول طبعا كل الدول العربية، وفي نفس الوقت تقدمت دولة الكويت ودولة فلسطين بنفس موضوع هذا البند، تم دمجهم وسوف يطرحون إن شاء الله للتصويت على جميع رؤساء البرلمانات خلال هذا الأسبوع. احنا طبعا كمملكة البحرين من خلال هذا المؤتمر نفتخر بأن إن شاء الله سنعرض عن تجربة مملكة البحرين في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، خصوصا عن المشروع الإصلاحي جلالة الملك. مملكة البحرين يعني نتحدث عن أنفسنا كفلسطينيين عندما نتحدث عن موقف البحرين، ونحن على تواصل مع الشقيق البحرين على أعلى مستوى من جلالة الملك والرئيس أبو مازن والبرلمان البحريني والبرلمان الفلسطيني وكل الحكومتين أيضا على تواصل دائم. وأعتقد يعني التواصل الدائم وموقف البحرين الثابت في دعم الشعب الفلسطيني مسألة يعني نفتخر بها كفلسطينيين، واستقبالنا للوفود من مختلف فئات الشعب البحريني في رام الله والقدس والدعم الذي يقدموه يساعدنا في صمود أهلنا في فلسطين والقدس والدفاع عنها. المقترح الذي تقدمت به مملكة البحرين الشقيقة أعتقد يعني مقترح جيد، خاصة بما طرا على وضع القدس مؤخرا بنقل السفارة الأمريكية، وأعتقد أن هذا المقترح يعني وجد اتفاق أو إجماع من كل الوفود العربية، وهذا طبعا بيؤكد أن البحرين دائما وأبدا مهتمة بقضايا الوطن العربي وفي القلب منه فلسطين وعلى وجه التحديد القدس وما طرأ عليها من تغيير. هذا هو الاجتماع 38 بعد 100، وخلاله سيتم بحث مشاكل عدة كقضية المهاجرين واللاجئين وكيف يمكن للبرلمانات في العالم حماية حقوق الإنسان وتخفيف آلام ملايين الأشخاص. وسيحضر عدد من المفوضين كالمفوض السامي لحقوق الإنسان ومدير عام المنظمة الدولية للهجرة بالإضافة إلى منظمة الصحة العالمية، لذا سنعمل بجد ونعقد ورش عمل ومحاضرات، وفي نهاية الاجتماعات نتوقع التوصل إلى مقترح مشترك للبرلمانات الدولية. أنا متأكدة أن البحرين ستقدم مقترحا مهما فيما يتعلق بالوضع الطارئ والمؤسف في القدس، وأنا متأكدة أنه سيوجه رسالة قوية وسيحظى بدعم دول كثيرة. هذا وكان وفد الشعبة البرلمانية قد شارك في اجتماعات الجمعية 38 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي بمدينة جنيف.
كان أبرز ما استهلت به الشعبة البرلمانية أعمالها في الاجتماع 38% للاتحاد البرلماني الدولي هو تقديم مقترح عاجل حول عدم المساس بالمكانة التاريخية والقانونية لمدينة القدس. حضرنا الاجتماع التنسيقي للجمعية البرلمانية الآسيوية برئاسة سعادة العضو جمال الفخرو نائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وتم عرض أنشطة الجمعية البرلمانية الآسيوية. بس أهم ما دار في الاجتماع حقيقة هو مقترح البحرين بشأن الحفاظ وعدم المساس في المكانة القانونية والسياسية لمدينة القدس. الأخ جمال فخرو دعا الأعضاء بدعم مقترح البحرين اللي تبنته الكويت وفلسطين، والحمد لله لاقى تأييد ودعم ومساندة جميع وفود الجمعية البرلمانية الآسيوية. التنسيق الكويتي البحريني الخليجي بحكم المتطابق وبنسبة 100%، وهناك تعاون نستند عليه بشكل مستمر، وهو قضية التنسيق لطرح أي بند إضافي. ووجدنا من مسؤوليتنا أن نمثل أشقائنا في فلسطين المحتلة ونلفت انتباه العالم للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وضد القانون الدولي اللي تجري في فلسطين المحتلة من قبل الكيان الصهيوني، ونأمل أن ننجح في فرض هذا البند الإضافي على جدول أعمال المؤتمر. خلال الاجتماعات اللي أحضرها وباعتباري أيضا عضو دائم في لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، والبحرين أيضا ممثلة في هذه اللجنة، دائما يكون هناك مقترحات جيدة وهناك دعم للمقترحات العربية من قبل البحرين، وبعض المقترحات التي تقدمها مملكة البحرين في غالبيتها إيجابية كانت وتصب بالصالح العربي والصالح العام. قضايا المرأة كانت حاضرة وبقوة، فقد تم تخصيص ملفات نقاشية تعنى بأوضاعها وكيفية دعمها. أما مملكة البحرين فقد استعرضت تجربتها في دعم المرأة، وهو ما لاقى استحسانا من المشاركين. طبعا نحن اليوم في منتدى النساء كان هناك ربط بين مشروع القرار المقدم إلى اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين ومتعلق بالنساء والأمن المستدام، فتطرقنا إلى مواد المشروع اللي كانت معروضة، وكانت مادة واحدة في الديباجة ومادة واحدة في مشروع القرار تخص النساء. ولكن احنا كمملكة البحرين أكدنا بأن لا يكون هناك أي إخلال بمبدأ التمييز والكفاءة، لأن في مملكة البحرين هذا يعني معيار يتفق فيه حسب الدستور والميثاق العمل الوطني. بالحقيقة يعني دائما الوفود البحرينية مميزة رجالا ونساء، والبرلمانيات والبرلمانيين هم من خيرة الزملاء أو أكثرهم انضباطا في اجتماعات البرلمان الدولي. وأعتقد أنه البند الطارئ اللي تقدمت له فيه البحرين بند محل إجماع ويمثل كل نبض الأمة العربية والإسلامية، والمملكة الأردنية ستكون من أكثر الداعمين لهذا البند ولتبنيه. وفي اجتماع مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي تم الترحيب بالمقترح العاجل الذي تقدمت به مملكة البحرين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. مشاركة وفد الشعب البرلمانية في الاجتماع 38% في الاتحاد البرلماني الدولي يؤكد على دور ومكانة مملكة البحرين ومواقفها الثابتة تجاه الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. سهر عصفور لتلفزيون البحرين، جنيف.